اللجنة هي بتقول ان هي عايزة تدفع فلوس وتطلع يا استاذ عايزة تدفع فلوس كفالة وتطلع بتقول كده فهمنا الجزء ده والله يقول لا معلش لان احنا الجزئية دي اهم جزئية فيها يا جماعة بتقول انت ايه بقى انت حضرتك بتقول ان جوه الجلسة قالت انا عايزة ادفع فلوس عشان اطلع طب معنى كده ان هي دي واحدة سليمة ولا واحدة مريضة طب مجنونة ازاي ما هي واحدة فاهمة ان هي عايزة تدفع فلوس عشان تطلع برا لا هي بتقول انها مش عارفة يعني ايه هي قتلت ابنها يا فندم هي فاهمة ان هي دلوقتي محبوسة وان انا هدفع فلوس علشان اطلع برا القضية ايه اللي تدفع فلوس اللجنة الخماسية قدام المحكمة ما جاتش وما المرة اللي فاتت قالت ما اللجنة الخماسية تمام النهارده برضو ما جاتش طب انت دلوقتي ولا حصل احنا كايات بتاع دلوقتي هم صممنا على نفسنا طلباتكم ايه بقى يا فندم قول لنا طلباتكم ايه تاني عرض الخماسيه عرض المتهم على اللجنه الخماسيه ناقشتها اطلبوا ان هي تتعرض على مشاكل يا فندم اطلب ان هي تتعرض على مشاكل الازهر تتعرض على مشيخة الأزهر ليه؟ أنا إيش شوف حضرتك يا مسلمة عليها؟ هل في تأثير لي هل في تأثير لي كان عليها ولا هل الحالة دي يعني اللي قادرة إن إحنا يعني إحنا في الحالة لازم نتمع كله لازم نتمع كله أنا ما بطلقش القانون بس أنا ما استدعت التأجيل فبالتالي ان مستشفى العباسيه ما كانش عندها الوقت الكافي ان هي تعد تقرير اصلا اتعرضت قبل كده من نيابه ما هو ده العرض الاولاني ما اتعرضتش تاني لا ما اتعرضت هو العرض الاولاني فقط لا غير اللي اتعرضت فيه على مستشفى العباسيه كان في حاجه جديده ان هي الام اول مره تظهر من خلال الكاميرا كلها من خلال القضيه كلها كان وضعها ايه جوه اول ما شافت بنتها زي اي ام شايفه بنتها في محنه بتدعي لها طب تعليقها تعليقها النهارده على الوضع قالت ايه بالنسبه لك يا محامي البنت قالت لك ايه عن بنتها طلبت الدعاء على بنتها طلبت ايه طلبت الدعاء على بنتها ولد بنتي قالت بنتها مثلا مجنونه وايه تعليقها ايه على بنتها يعني هي سليمه ولا مش لا هي قالت ان بنتها كانت تعبانه قبل كده وجابوا لها مشايخ البيت يعني الام قالت كده هل القاضي سالها اللي هو قبل ما القاضي ما سالش الام القاضي سال المتهمه مش اكتر لان القاضي ما نعيش حد غير المتهمه بس قال المتهمه ايه سالها قال انت عايزه ايه انا هدفع كفاله واطلع المتهمه كان ليها كلام كان النهارده امام هيئه المحكمه غير طالبها ان هي تدفع الكفاله عشان لا ما كانش ليها طلبات النهارده غير ان هي كانت تقول انا مش هعمل كده تاني ودي غلطه مش هعملها تاني احنا كهيئه الدفاع من مكتب المستشار احمد حمد صممنا على نفس الطلبات بتاعتنا اللي هي اللجنه الخماسيه وحضورهم ومناقشتهم في تقرير الطب هيئه المحكمه ناقشت في حاجه ثانيه النهارده لا طب انا هي نفهم على الموضوع طلب الكفاله ده رد في الرد ايه هو القاضي سيارة في كلامها خلاص ما هو قالهاش ليه هناء او كده ما قالها العقوبة بتاعتك اعدام ما قالها العقوبة بتاعتك اعدام لما قالت يعني او حبس الله اعلم القاضي رد عليها ليه قالها انت عقوبة جريمتك اعدام او حبس ردت عليها ايه لما قالت اعدام او حبس ما قالتش حبس طيب دلوقتي لو اتضح ان هناء عندها مرض نفسي او عقلي او ما زلنا متابع مع حضراتكم كواليس محاكمه الام المتهمه في قتل ابنها هل يا فندم في جرائم سابقه قبل كده قضيه سابقه قبل كده تم حضور شيوخ من الازهر الشريف سواء من الافتاء دي سابقه اول مره وانا يعني اتمنى من المحكمه ان تستجيب لدفاعي وان يحضر لجنه من علماء الازهر والافتاء ليدلوا بدلهم انا مش هقول لهم شوفوا حاله الزناء ايه انا اقول له شوف جاله كذا 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 هل يتطابق مع الشرع هل في مس هل في جن هل 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 اذا اجابونا بنعم الدفاع هيبقى له راي اخر لا لا الرئيس ما اتكلمش ولا احكم الاوراق القضاء الجنائي قضاء ابدان وعقيده الورق ممكن يقول كلام لكن القاضي لا يطمئن ولا المحكمه لا تطمئن ترجع لوجدانها المعقول ولا معقول هو سيدنا يوسف اتبرا ازاي من زليخ طلب حضرتك ده مش جديد يعني طلب قبل كده وكانت المحكمه رفضته يعني
لا 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 لم يطلب المحكمة أول مرة يصرف من المحكمة، ولذلك يا سيدتي لو طلب قبل كده المحكمة كانت رفضت وما سجلتوش في محضر الجلسة. المحكمة قررت القرار، لكن هي وجهة نظرها تجيب لجنة وما تجيبش براحتها، دي وجهة نظر. ده هي اتباع طلباتكم النهارده؟ لا طلبات قلتها اللي هنجيب اللجنة اللي هي كشفت على الست دي بالعباسية، هنناقشهم، وطلبت طبيب كبير أطباء نفسيين تمام للحضور لناقشوا في قضية الوسواس القهري وعيات علمية. أنا قدمتها للمحكمة، أنا عملت بحث بمراجع بأدلة بقانون بسنة، والمحكمة طلبته مني وأنا سلمته للمحكمة. عدت مع المتهمة؟ أنا لم أجلس معه ولا أعرفه ولا تعرفني أصلا نهائيا. ما حصلش في حاجه جلست معاها؟ استحال. انا اول مره اشوفها، انا شفتها الجلسه السابقه وانا قاعد على المنصه برضه، يعني قاعد على المقاعد. النهارده اول مره احضر واناقش. حضرتك متطوع على الدفاع عنها ان شاء الله؟ طب ايه الوضع النفسي او ايه اللي خلاك متطوع عنها؟ والله الوضع النفسي دي قضيه انسانيه بحته ترسخ قيم ومبادئ. النهارده لازم نقف وقفه جميعا كمجتمع ان استحاله دي مش نيره اشرف او اسلام وسلمى او قبيل وهابيل زي ما قال الاستاذ مدعي بالحق المادي. لا ده ام، عارف يعني ام وطفل؟ يعني علاقه نفس سعد، علاقه استحاله تحصل. النهارده لما رسخ في وجدان الناس ان ممكن ام تبقى عاقله تعمل في اولادها كده، اذا بيبث الرعب في نفوس اطفالنا، وده مش قيم ولا منطق ولا قيم انسانيه تيجي تهدى عشان القضيه. هناء ليست طبيعيه مطلقا، سواء بالعلم من غير العلم هي انسانه غير طبيعيه. والظروف اللي مرت بها هناء ومعامله زوجها لها وضربوه على راسها مره تلو المره، في كل مره تزعل بيها يضربها على راسها، ولما ضربت ابنها ضربته على راسها، في مغزى وفي حوارات وفي حياه انسانيه ونفسيه في الموضوع. ام المتهمه النهارده كانت اول ظهور لها معاها النهارده، اول مره تشوفها؟ لا ما اعرفهاش، انا ما اعرفهاش ولا يعرفوني ولا انا حد مجولني، انا متطوع ومحدش مجولني خلاص. المتهمه النهارده كانت يعني خلال مناقشه الهيئه المحكمه ليها قالت ايه؟ هي المتهمة تحدث الرئيس بيكلمها انت عملت ليه؟ لا والله انا عايز اطلع بكفالة، انا تعبت جوه من الحر، انا لو في كفالة ادفعها، انا مش عارف ايه وانا مش عارف ايه. تمام ماشي، ده كل كلامها. معنى ذلك سيدي ان هي مش مدرك ان في طفل كانت بتحبه قتله، وان ذبحته، وان قطعته، وان سلخته، وان طهته، وان اكلت منه. هل هذا يقول؟ أنا أسألك سؤال باعتبارك إنسان، هل أنت متصدق هذه الواقعة على أنها طبيعية؟ أجبني بصوت عالي بعد إذنك. لا طبعا، لا بصوت عالي، مش إنسان عاقل يصدق كده. وهل تتوقع سيدي هذا؟ أنا مش عارف صراحة ساعتها حصل إيه؟ إيه اللي كان في دماغك؟ أنا بقول لك كلمة واحدة، أنت الوضع ده هل طبيعي بالنسبة لك؟ بس خذ الأمر، هو السؤال الذي مطرح على المجتمع باسر والإعلام والصحافة، هل الذي فعلته هنا هو طبيعي؟ بس واشكر حضراتكم، طبيعي ما يبقاش حتى في وسط الحيوانات. واشكر حضراتكم عشان عندي جلسه بعد. شكرا المحامين طلبوا مناقشة اللجنة اللي كتب التقرير اللي بتاع العباسية اللي قالت ان هي عاقلة. اظن انتوا استوفيتوا وكفيتوا ووفيتوا. انا ولا تعب حد عايز يسأل سؤال؟ هيطلع القرار. هي حتى يا انت كنت فين مني؟ قلت لك المحامي اللي موجود تنازل عن الطلبات السابقه بما فيها طلب لجنه، وقال انا عايز اناقش بس اللجنه، عايز اناقش اللجنه اللي كتبت التقرير، والمحكمه اثبتت هذا على لسانه في محضر الجلسه ان هو تنازل عن جميع الطلبات وطلب مناقشه اللجنه الثلاثيه بتاعه العباسيه اللي كتبت التقرير. سؤال تاني يا جماعه، انت هتاخد الكل اصبر يا جماعه سمحت احكي لنا اللي حصل بقى كده تفاصيل الجلسه. هو انت حرام عليك. طيب بصي باختصار شديد، ادي بقى بصي اللي